ازاي تعمل صور مسخرة لماينكرافت؟ اقول لكم كيف الحل ان انت تعمل صور مسخرة في ماينكرافت. لو انت عايز يعني اكتر من مستخدمين من اليوتيوبر بيعملوا صور مسخرة في ماينكرافت، فيلا بينا نوريكم الشرح ونبدأ وصلى على النبي. وطبعا ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو يوصل من جديد يا حبيبنا. يلا بينا ابدأ. واول حاجة اول ما تخش على قناتي اقولك تتك على ايه؟ تتك على الرابط ده، وتتك على يوسف جيمر في جيمينج، تخش على القناة التانية وتخش على الرابط وتتك على سكان مايكرافت نوفا، فتلاقي بقى كل الشرح سهل جدا، وتلاقي خلفيات قدامك وتنزلها وتحط فيه شخصيتك بقى. يعني انت بتضيف الشخصية بقى من الصور، بتلاقي الخلفية دي كل دول قدامك. وبعد ما نزلت خلفية تخش جوه وبتسمي الصور مسخرة. وبعد ما بتسميها اقولك تعمل ايه، تسيفها وبعدين تجيب بتاع صورة جديدة من تاني، وبعدين بقى بتظبطها تاني، بتحط عليها شوية الوان، وبعد كده اقولك يعني بتظبط حاجات في الالوان عشان تخليها بالظبط وتلونها بالظبط كده، وبعد كده تخفيها شوية، وبعد كده تلون عليها وتخفي اللون شوية، وبعد ما تزيفها تجيب صورتك اللي انت عملتها، وبعد كده بقى تحاول تظبطها انت من نفسك، وبعد كده كده كله نهاية. وطبعا يا شباب مفتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو يوصل من جديد يا حبيبنا. ومعاكم يوسف جيمر فيه، ومتنسوش تصلوا على النبي. طبعا يا شباب السلام عليكم.